بشرة خير، بس بشرة خير بجد، مش بشرة خير بتاعت الجدع الإماراتي الكاذبة اللي ما شفناش بعدها خير. بشرة خير المرة دي مش جاية من مغني أجير أخد أجر من منتج وغنى أغنية من كلمات ملحن أخد أجر من المنتج نفسه ومن تأليف مؤلف أخد أجر من نفس المنتج. المرة دي الغنوة جاية من الجزائر، جاية من الشعب كله بدون أجر، ودي أحلى حاجة في الدنيا. التجرد أحلى حاجة في الدنيا. نبدأ، قلنا إنه البشرة جاية من الجزائر، نبدأ بجزائر وعبالك يا مصر. الجزائر الراجل عبد العزيز بوتفليقة استقبل قائد الجيش أحمد قائد صالح، أو الفريق أحمد قائد صالح. وادي الفيديو قدام حضراتكم أهو، شوف الراجل بيفكر بعقلية شاب في 20 وقاعد بعقلية شاب في 20. حقيقة يعني الحقيقة عشان بس تبقوا واضحين اهو، بعقلية شاب ده احمد، ده الاثنين يا عم عايزين يروحوا، ده الاثنين توفوا الى رحمة الله، ده الاثنين يا معلم مكانهم يعني دول ساقطين ورق على رأي الراجل، دول ساقطين دفعة، ده الاثنين عدوا الدفعة. بيقولوا انه ده كان بيديله تقرير عن الرأي العام، عن الرأي العام في الجزائر وعن الشعب وعن ايه اللي حاصل. وبعد اللقاء اللي انتوا شايفينه بالورود الصناعية، بوتفليقة اعلن انسحابه من الانتخابات. اهو الرئيس بوتفليقة يوجه رسالة الى الامة يعلن فيها عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، تأجيل الانتخابات الرئاسية. وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين رسالة الى الامة اعلن فيها عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 ابريل 2019 وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. ده الموضوع يعني الحقيقة مبروك. وكمان قرر انه يعلن ان رئيس، هو رسالة بوتفليقة او رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري، بيقول تابعت المظاهرات السلمية خلال الفترة الماضية اللي ما كانتش سلمية خالص وكانوا بيتهمون ويقعوا البلد، اتفهم قلق شبابنا على مستقبلهم ووطنهم ورفضهم التعجب بالانتخابات الرئاسية. مشروع تجديد الدولة الوطنية الذي افصحت عنه يحتاج الى مزيد من التوضيح. لا محل لعهدة خامسة في حالتي الصحية وسني، لحظة بقى، لا يتيحان لي سوى بواجب أخير. أنا نفسي أعرف بقى فين السفير الجزائري اللي قال بوتفليقة بيفكر بعقلية شاب عشريني. الراجل نفسه هو قال لك لا محل لعهدة خامسة في حالتي الصحية وسني، لا يتيحان لي سوى بواجب أخير. سأرسي أسس جمهورية جديدة بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد. لن يجرى انتخابات رئاسية أو انتخاب رئاسي يوم 18 إبريل لتهدئة التخوفات. قررت إجراء تعديلات جمة على تشكيل الحكومة ردا على مطالب الشعب. هيئة الندوة الوطنية ستنظر في مشروع دستور قبل الاستفتاء الشعبي عليه. دي ملخص أو دي أهم النقاط اللي وردت في كلمة الرئيس الجزائري المنسحب والذي انتهت عهدته حالا، دلوقتي حالا حالا. يعني الشعب الحقيقة بيستر تاريخ الجزائر دي، عظيمة عظيمة. نور الدين بدوي وزير أول خلفا لأحمد أويحيا، ورمطان العمارمة نائبا للوزير الأول. دي التشكيلة الجديدة بتاع الحكومة. استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة السيدان نور الدين بدوي ورمطان العمامرة. وخلال اللقاء عين رئيس الدولة السيد نور الدين بدوي في منصب رئيس الوزراء، يعني الوزير الأول، خلفا للسيد أحمد أويحيا. كما عين الرئيس بوتفليقة السيد رمضان العمامرة نائبا للوزير الأول ووزيرا للشؤون الخارجية. أهو راحوا القصر الرئاسي وهناك تم توليتهم الحقائب الجديدة. رئيس الوزراء رئيس الوزراء كان وزير داخلية، تم توليته خلاص رئيس وزراء أو وزير أول يعني على الطريقة الجزائرية. بص الراجل تعب فعلا، الراجل تعب يعني والله. عبد العزيز بوتفليقة بصراحة يعني ذكي، من أذكى الرؤساء. الراجل شعر إنه خلاص يعني هو دلوقتي يقدر يمشي والجزائريين يحيون نمشي. وللأمانة بس عشان بس الناس تبقى فاهمة، عبد العزيز ابو تفليقه له انجازات في الجزائر، عشان بس الناس تبقى عارفه ان هو ما كانش يعني الشيطان الاسود. هذا الرجل له وعليه، انما الراجل ده استلم الجزائر في وقت كان صعب جدا
وعمل وكانت لسه الجزائر يعني خارجه من ما يسمى بالعشرية السوداء، والناس ليها طار على بعض، والاف قتلوا في الشوارع وفي الحاجات. فالراجل ده عمل ما يسمى بالمصالحه الوطنيه في وقت حرج جدا في الجزائر. هذا الرجل انا ما بشكرش فيه، ده دي حقيقه، والجزائريين هم اولى، هم اللي يقولوا. هذا الرجل له انجاز انه جه في وقت صعب في الجزائر قدر يطلع الجزائر منه، تمام جدا. وكويس ان الجزائريين ما عملوش زينا كده، فرحنا ونظفنا الشوارع وشربنا المقلب بعد كده، لكن يبدو ان الجزائريين واعيين. ما شاء الله عليك والله، ما شاء الله. طيب على كل حال خلينا نشوف الدكتور محمد البرادعي بيقول: تحية إجلال وتقدير للشعب الجزائري العظيم على قدرته في تحقيق مطالبه المشروعة في تداول السلطة بأسلوب سلمي حضري. ما زالت بلد المليون شهيد سباقة في تجسيد إرادة الشعوب، شعاع من الضوء يحيي الأمل. ده صحيح جدا مع الدكتور برادعي. لكن اللي لفت نظرنا في القصة دي، وده يتعلموه المصريين، يعني يا ريت المصريين يتعلم ده، اللفت يعني سيبك من احتفالات الجزائريين في الشوارع دي هنشوف جزء منها دلوقتي، انما لفت نظرنا مجموعه من القطاعات في الجزائر من الشعب، يا رب يتعلموا عندنا. بس ناخد الدكتور محمد محسوب كان بيقول او قال، يعني الدكتور محمد محسوب قال: تحيه للشعب الجزائري الذي اثبت ان الشعوب عندما تقرر لا يمكن لاحد الا ان ينزل على ارادتها، وعندما تخرج لا ترجع الا منتصره. ليه بقى بنقول كده؟ لانه بص تخيل بقى، اتفرج واحده واحده، شوف قطاعات الشعب الجزائري، يا رب القطاع اللي هنتكلم عنه يتعلم زيهم. 1000 قاضي جزائري يرفضون الاشراف على الرئاسيات اذا شارك بوتفليقه، ده قبل ساعتين، يعني ده كان هددهم امبارح القصه دي. قبل اكثر من اعلن اكثر من 1000 قاضي جزائري، 1000 قاضي انهم هيرفضوا الاشراف على انتخابات في البلاد إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مما يمثل إحدى أكبر الضربات لبوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين. ده كان قبل التنحي بتاع بوتفليقة. فيا رب القضاء عندنا يتعلموا، يبقى عندهم شرف كده. يا رب القضاء ما عملوش حاجة، هم لقوا الشعب اتحرك اتحركوا. هو عبد العزيز بوتفليقة مش يعني ما هوش أزمة لما الناس تتكاتف مع بعض قضاء. نروح بقى لفئة أو طائفة تانية من الشعب، أئمة الجزائر نرفض تعليمات الحكومة وندعم الحراك. دعا المجلس الوطني المستقل لأئمة موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر إلى وقفة احتجاجية أمس أمام المجلس الدستوري، مطالبا السلطات الحكومية برفع الضغط عن الخطباء والأئمة، مشيدا بالحراك الشعبي، مشيا إلى ضرورة معرفة أسبابه والتجاوب مع مطالبه. جاء ذلك في بيان المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. حصل عربي 21 على نسخة منها حامل توقيع جمال جول، ونشر يوم الاثنين 11 مارس النهارده، ده قبل برضو التنحي، قبل ما ينسحب بوتفليقة. البيان طالب الوزارة الوصية اللي هي وزارة الأوقاف بعدم إقحام المساجد والأئمة في القضايا المختلف عليها أو فيها، عن طريق التعليمات الإدارية التي أدت إلى المساس بقدسية المساجد أو المسجد ومكانة الإمام. ودعا الأئمة وموظفي القطاع بتوع الأوقاف إلى وقف أمام مجلس الدستوري يوم الثلاثاء بكرة 12 مارس ابتداء من الساعة 10 صباحا، ولم يحدد البيان سببا للوقفة. يا رب عبال الأئمة اللي عندنا، يا رب يا رب عبال الأئمة اللي عندنا. معايا دلوقتي الدكتور أحمد عظيمي المتحدث باسم حزب طلائع الحريات. دكتور أحمد مساء الخير يا فندم. مساء النور، مرحبا. مرحبا، ويعني مبروك رغم تخوف. هل لديك أي تخوفات يا دكتور أحمد؟ لا، مبروك كلمة سابقة لأوانها، وتخوفات كثيرة جدا لا شيء تغير، إنما هناك محاولة اليوم من السلطة للضحك على ذكاء الشعب الجزائري وعلى الالتفاف على مطلب الحراك الشعبي الجزائري. لماذا هذا؟ أقول لأن ما جاء في رسالة بوتفليقة اليوم هو نفسه ما سبق، يعني الوعود التي جاءت في رسالة بوتفليقة اليوم هي نفسها الوعود التي سبق في 15/4/2011 في خطاب طويل أن قدمها للشعب الجزائري أيام الربيع العربي، وقال سنحدث تغييرات كبيرة جدا، ولم يحدث أي شيء لحد الآن.
ثم أيضا أن هو ضحك على ذكاء الجزائريين، لأن ما جاء في الرسالة اليوم سبق أن قدم للأحزاب المعارضة في منذ 3 أشهر، لما شقيق الرئيس اتصل بالسيد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وطلب منه أن يقنع المعارضة بالقبول بتأجيل الانتخابات وندخل في ندوة وطنية، وهذه الندوة الوطنية ستعطينا كل ما طلبناه. وبالتالي ما حدث اليوم هو صحيح أن